كنت نزلت شرح قبل كده عن ازاي تركب كانولا بطريقة احترافية، ولكن كانت في الاطراف بس. لكن في الفيديو ده هعلمك ازاي تركب كانولا في جاجولار فين، الوريد الموجود في الرقبة، من حيث الادوات المستخدمة والخطوات اللي هتطبقها. مش يلا بينا؟ يلا بينا. ايه هي الادوات اللي بنستخدمها في تركيب الكانولا؟ جوز، شاش طبي، كتل، قطنة، جلافز، جوانتي، كانولا، ويفضل المقاس الكبير، نورمال صارين، محلول ملح، سرنجي 3 سنتي، الكحول صواب، مسحة الكحول، ادهيزف تاب، بلاستر طبي، ايا كان سواء بقى دايوديرم او هايبوديرم. ما تيجي نطبق الموضوع عملي، هنبدأ نحدد الفين اللي هندخل فيه، وهننيم العيان في وضع ترند لمبرج بوسيجن، يعني هننزل راسه لتحت، هنعقم بالالكحول صواب او بالكوتون ويز الكحول بحركة دائرية من جوه لبره. هنضغط بقطعة من الشاش على أسفل الرقبة عشان الوريد يظهر كويس. شد الجلد علشان نثبت الوريد وما تحركش منك، وادخل بتلت سن الكانولا بزاوية من 15 لـ30 درجة، وخلي شفرة السن لفوق. هتلاحظ وجود دم في الفلاش باك، وده دليل ان الكانولا فعلا موجودة في الوريد. هتبدأ تسحب التروكر وتدخل بالكانولا، وهتشيل قطعة الشاش، وهتاخد الغطاء الأبيض، وهتضغط بثلاث أصابع قدام الكانولا عشان تقفل على الوريد، وبكده تخرج بالتروكر عادي وتقفل الكانولا بالغطاء الأبيض، ونعمل لها تيست بمحلول الملح علشان نتأكد إنها شغالة، وفي النهاية نثبتها بالبلاستر. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقة، ولو لسه جديد معانا انزل اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تنزل تبص على المصادر. أشوفك الحلقة الجاية بموضوع جديد. سلام.